مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. طبعا هنبدأ باللازانيا. اللازانيا من الأطباق المفضلة والمحببة لكتير جدا مننا. هنعملها إزاي وهنقول التبسة بتاعتها إزاي، هنشتغلها مع بعض وهنقول كل حاجة بالتفصيل وإحنا شغالين. النهاردة أنا هعملها بحشو مختلف عن اللحوم وعن الفراخ، هعملها بالسبانخ وبالأجبان. عادة إحنا بنميل للجبنة الريكوتا، بس الريكوتا عادة بتبقى شوية غالية وشوية بتبقى مش موجودة غير في شهر رمضان تحديدا، لأنه أكتر الناس أو أغلب الناس بتستخدمها أكتر في الشهر الكريم، ولكن إحنا ممكن نتحايل على الموضوع ونحط بديل ليها موجود في البيت. هنشوف هو إيه، وهتبدأ دلوقتي تنطلق صفارة الحكم وتقول ابتدى الشوط الأول. يلا بينا. عندنا لازانيا بالسبانخ وبديل الريكوتا. عندي باكت من اللازانيا، وعندي للحشو كوباية من الجبنة القريش، سبانخ حسب الرغبة. حضراتكم أنا جايباها فرش وأنا شايفة أن ده أفضل. طيب جبنة فيتا، وعندي كمان كوباية من الجبنة الموتزاريلا، نص كوباية من القشطة الكريمي، القشطة العلب. عندي بصل مفروم، ثوم مفروم، روزماري وزعتر وريحان ورشة من جوز الطيب وملح وفلفل. طيب هنتكلم بقى عن أول حاجة، تعالوا كده نجهز الحشو مع بعض، وبعدين هننزل مرة تانية بالعمل البشاميل، لأن البشاميل هنشتغله مع بعض، هنعمله كتير بكذا شكل وكذا طريقة، الخفيف والوسط واللي هو من غير مادة دهنية واللي هو الدسم وكل حاجة حضراتكم عاوزينها. هقول كده بسم الله وهبدأ هنا أشوح السبانخ بتاعتي. لازم أخدها تشويحة لأن هي سبانخ فريش، حتى لو كانت فروزن حضراتكم هتستخدموها المجمدة مفيش مشكلة خالص. هنسيحها ولازم نعصرها كويس، وبعدين ناخدها بقى نبدأ نخلطها عشان السوائل اللي فيها ما تنزلش في الجبنة، فتخلي اللازانيا بتاعتنا فيها صوص كده هيضايقكم قوي مش هتبقوا حابينه. طيب هبدأ أقول بسم الله، وطبعا هستخدم هنا اول حاجه هاخد زيت زيتون معلقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي هنا البصل، اعلي بس شويه. عندي هنا بصل مفروم، بسم الله، بصلايه متوسطه مفرومه ناعم. اهم حاجه بعد ما احط البصل رشه كده من الملح ورشه من الفلفل، اولا بتدي طعم قلنا للبصلايه، وفي نفس الوقت البصل الملح بيساعد البصل بسرعه ياخد يتحمر وينزل السوائل اللي موجوده فيه. هاخد كده تحميصه حلوه، خليني ممكن ازود النار هنا شويه كده تمام، وبعدين هقلبهم تقليبه حلوه. عندي هنا فص من الثوم، يعني حوالي معلقه كبيره او معلقه الا ربع من الثوم المفروم، السبانخ بتليق معاها قوي الثوم. وهنقلب كده تقليبه حلوه. طبعا السبانخ لما بنجيبها نغسلها بنختار الاول الورقات الخضراء جدا الحلوه، ولازم تكون يعني الورقه بورقتها، بنشطفهم الاول كويس وبعدين بنتخلص من العروق دي، وبعدين بنخلي الورق لحد ما الميه تفضل ميه نظيفه. ورقه ورقه الورقيات دي مهمه قوي قوي قوي، تتغسل بالورقه، وبعدين ممكن معلقه من الخل ومعلقه من الملح ونسيب فيها شويه الخضروات الورقيه دي، وبعدين تتصفى وتتغسل تتشطف شطفه كويسه. طيب انا بقلب بقى كده البصل والثوم مع بعض، وهبدا بقى هنا انزل كمان بالسبانخ شويه شويه هنا لحد ما تخس معايا شويه. انا محتاجه السبانخ دي تنزل، هي كده كده يعني الكميه دي مش هتبقى هي نفس الكميه الكبيره اللي حضراتكم شايفينها، هتنزل تقريبا تبقى نصها تمام. هنقلب، وطبعا جوزة الطيب بتبقى رائعه مع السبانخ بتدي طعم حلو جدا. اول بس ما البان دي تسخن سخونية قوية هتلاقوا الدنيا بقت تمام، بدأت تنزل وتخس شوية وتبقى الخليط اللي احنا عايزينه. هاخد كده رشة من جوزة الطيب، بسم الله، على السبانخ. السبانخ دي رائعة جدا. جوه الحشو انا هعمل كالآتي، هاخد كده شوية من الروزماري فريش اطعمها، شوية من الزعتر فريش،
ونقول الو. الو جيبي. اهلا 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 وسهلا مدام سميره، ازاي حضرتك؟ الصوت رحتي فين؟ الصوت يا شباب هترجعي لنا تاني مدام سميره. الو الو ترجعي لنا تاني حبيبتي، رجعت معانا يا حبيبتي. انا سامعاكي. اهلا اهلا، ازاي حضرتك مدام سميره؟ انا سامعاكي يا حبيبتي. اهلا بيكي مدام سميره، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله انا بخير، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. الله يسلمك يا فندم، وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه يا رب. الحمد لله، والف مبروك على القناه الجميله دي حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي، والف مبروك على القناه الحلوه دي، جميله الاهل بتاعتنا. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، تسلميلي تسلميني يا مدام سميرة. ميرسي ان انا سمعت صوتك. انا مبسوطة اللي شفناك يا روح قلبي، تسلميني انا اكتر والله. ميرسي لحضرتك، تسلمي ايدك على كل حاجة بتعمليها حبيبتي. ميرسي لحضرتك جدا، شكرا لي، تسلميني. ميرسي ودايما منورانا ومشاركانا كده مدام سميرة، تسلمي حبيبة قلبي. هاخد رشة ملح بسيطة ورشة كده من الفلفل على السبانخ بعد ما حطينا كل الحاجات الحلوة دي، وتعالوا بقى نقلب وننزل بقى بالحاجات الحلوة دي فوق الأجبان اللي احنا عملنا ميكس بيها اهو كده كده. الروايح رائعة، يا سلام. طيب تعالوا بقى نقلب كده تقريبة حلوة، طبعا دي هتدي قوام حلو للجبنه. قولوا لي طبعا احنا مش هنتكلم بقى عن فوائد السبانخ ونقول هي عامله ازاي، طبعا الافضل نستخدمها فريش. عايزه اقول لكم يعني من الحاجات اولا مهمه جدا للاطفال عشان بتزود القوه كده البدنيه يعني، وفيها بروتينات وفيتامينز كثيره مهمه جدا، فيتامين ألف وفيتامين سي، وطبعا دول مهمين جدا عشان بيعززوا المناعه في الجسم. عارفه ان في ولاد كتير مش بيحبوها او بيحبوها، بس احنا نقدر نتحايل على ده بحاجات وصفات لطيفه، ممكن نحط اطعمه فيها لطيفه تخليهم ياكلوها. بصوا بقى لما حطيت السبانخ سخنه خلت الايه الجبنه بصوا كريمي ازاي، رائعه. تعالوا بقى دلوقتي نبدا نعمل البشاميل. هاخد كده هحط هنا، انا هبدا البشاميل التقليدي بتاعي العادي جدا، لانه هعمل ابدا بيه اللي هو الدسم العادي بتاعنا. تعالوا كده نقول بسم الله ونعمل البشاميل بتاعنا. هاخد كده اول حاجه في البشاميل، انا مش عايزاه تقيل، انا عاوزاه خفيف، لان انا مش هسوي لازانيا، يعني انا مش هسلقها، انا هحط لازانيا زي ما هي من الباكت بتاعها جافه. طيب هنحكي مع بعض، انا لو حطيت 3 معالق من الزبده يبقوا 3 معالق من الدقيق فورا، خلاص ادي 1 2 3. انا مش عايزاه يبقى كتير، انا عايزاه بسرعه يبقى يعمل كده ايه رو خفيف، ومش عايزاه يتحمر قوي عشان عايزاه يبقى ابيض. وهبدا انزل باللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحط اللبن ساقع عادي، مش ساقع من الثلاجه يعني، واخد درجه حراره الغرفه، وبقلب كويس جدا جدا وانا شغاله. بتاخد لتر، 3 معالق للثلاث معالق زبده بياخد لتر من اللبن. انا عايزاه خفيف عشان يسوي اللازانيا، مش تقيل زي اللي بنعمله في المكرونه بالبشاميل. وكده كده اول ما بيقعد بيتقل سنه، فلازم حضراتكم تعرفوا ان القوام اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي ولامسينه مش هو ده القوام الحقيقي اللي هيثبت عليه البشاميل. طيب هضيف معاه ايه بقى؟ هضيف معاه نص كوبايه من الكريمه، ينفع مكانها قشطه علب تدي طعم رائع، يعني ممكن نستغنى عن الكريمه ونحط القشطه العلب تدي طعم كده جميل جدا. ينفع مثلا بعض انواع الجبنه الكوبايات اللي ملهاش طعم، يعني هي بالقشطه مش بطعم الشيدر مش بطعم حاجه، الا لو حضراتكم بتحبوها برضو تقدر نحطها مع البشاميل. طيب هبدا بقى اطعمه، عندي هنا رشه ملح
ورشة فلفل، المفروض نحط فلفل أبيض لو موجود عندنا يبقى أفضل، وأساسي في أي وايت صوص أو أي حاجة بيضة الجوز الطيب. أهو رشة كده حلوة من جوز الطيب، وهبدأ أقلب كده تقليبة حلوة، أطعم البشاميل بتاعي عشان يبقى له طعم حلو. طيب هبدأ بقى أقلب كده لحد ما يتماسك معايا أو يبدأ يدخل، وهقول لكم القوام المظبوط تعرفوا بيه بشاميل خلص ولا لأ إزاي. كده انا بقى هبدا هنا اجيب بايركس، خليني برضو ايه عقبال ما انا ابدا اظبط البشاميل بتاعي، طبعا ايدي فيه ما سيبوش. وبعدين في طريقه، هفترض انا ما بعرفش اعمل البشاميل، هضربه في الخلاط، هاخد كميه الدقيق مع كميه اللبن واحط رشه الملح والفلفل وهحط في الخلاط وهضربهم مع بعض لحد ما يبقى خليط ناعم تماما خلاص، وبعدين اضيفه في الحله على البارد تماما، وبعدين اضيف المكعب الزبده اللي انا عايزه احطه، او لو انا مش عايزه خلاص اقدر اكتفي بيه كده يبقى خفيف، واخده على النار اقلب فيه لحد ما يتماسك وياخد القوام بتاعه. طيب عندي هنا البايركس بتاعي اهو، بسم الله اخده هنا هعمل فيه، يكون هو مستطيل او مربع المهم ياخد الشكل بتاع اللازانيا، وهبدا ادوب كده قدام حضراتكم. اول ما بيبدا يدخل في الربط يسخن بيبدأ يربط خلاص معايا. طبعا اللازانيا ليه مش بسلقها؟ معانا مدام ثريا من استراليا، اهلا وسهلا حبيبتي مدام ثريا. الو، ايه النور ده يا روح قلبي، اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه حبيبتي انت منوره الشاشه يا روح حبيبتي، سامعاني؟ ميرسي كتير ليكي مدام ثريا. الف مبروك الف مبروك حبيبه قلبي، الله يبارك في حضرتك، تسلمي لي يا رب، مكالمه عزيزه عليا. يا بنتي يا رب حبيبتي، امين امين يا رب العالمين. رمضان كريم عليكم جميعا. الله اكرم الله اكرم، بجد انا فرحانه قوي اني بشوفك يا حبيبتي. حبيبه قلبي تسلمي لي، انا كمان مبسوطه سمعت صوت حضرتك قوي قوي يا حبيبتي. ربنا يخليكي مدام ثريا، تسلمي لي تسلمي لي، تحياتي لحضرتك. وانا كمان تسلم ايديك، تسلمي يا روح قلبي، نورتي القناه. ميرسي، قناه الاهل الجميله. اشكرك، شكرا قناه الاهل الجميله دي، ربنا أشكرك. يسعدك يا رب. شكرا ليكي مدام ثريا، شرفتينا ونورتينا حياتي، تسلمي لي، ميرسي كتير. قبل بقى ما الحكم يصفر بشكرك مدام ثريا، ميرسي ميرسي مدام سميره، ميرسي كل كلموني بجد. بصوا بقى همسك كده المعلقه اخد ظهرها عشان اعرف انا عملت بشاميل صح ولا لا، عشان ما يغركوش. بصوا خفيف ازاي قدام حضراتكم، استاذ سمير حالا هيقرب وهتبصوا القوام هتلاقوه خفيف اهو. بصوا كمان جمال، انا بقلب انتوا حاسينه خفيف لكن هو مش خفيف. انا بقى هبدا اعمل ايه، اخد كده بظهر المعلقه واروح واخده كده، بصوا اعمل كده بظهر المعلقه، ايه العلامه هعمل كده؟ لو الحرفين ما جوش على بعض يبقى هو ده القوام المظبوط بالظبط، لو جم على بعض يبقى لسه خفيف. حلو الكلام؟ طيب يلا بينا نبدا بقى، انا خلصت البشاميل اهو قدام حضراتكم ومش هعمل اي حاجه خالص لانه الحكم صفر بانتهاء الشوط الاول. اسمحوا لنا هنطلع استراحه، هنرجع نستعد للشوط الثاني ونكمل مع بعض اللازانيا في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بمشاهدينا، ورجعنا من الاستراحه ونبتدي مع بعض الشوط الثاني. شفنا ايه في الشوط الاول؟ شفنا تجهيزات حشو اللازانيا، عملنا فيها حشو بالجبنه وعملنا ميكس بين الجبنه القريش والسبانخ والجبنه الفته، وقلنا عشان نتحايل على الجبنه الريكوتا بطعم اجبان حلو وجميل حطيت رشه من جوز الطيب وعملت لها بصلايه لطيفه وفصين ثوم شوحتها وحطيتها على الجبنه، ودلوقتي بقى اقدر اضيف شويه من الموتزاريلا لان ده هيبقى حشو عايزاها تدوب في وسط الحشو بتاعي، لان انا كمان هضيف موتزاريلا كميه منها لكن على الوش. عملنا البشاميل مع بعض وهوري لحضراتكم القوام، لان انا زي ما قلت لكم انا هعمل اللازانيا دي عشان تديني الطبقات الحلوه المورقه، ما بعملهاش مسلوقه. طب لو حضراتكم حابين تسلقوها مفيش مشكله، هنسلق ثلاث ورقات ثلاث ورقات في ميه وملح ومعاها شويه زيت، وهجيب صينيه هحط عليها نقطتين زيت ونقطتين ميه، لازم تبقى الاثنين مخلوطين ببعض كده، وافرد اطلع الورقات وافرد واعمل بينهم كيس نايلون واحط الطبقات الثانيه، لان لو حضراتكم سبتهم فوق بعض هيبقوا قطعه واحده يعني كانها عجين. طيب هاخد بقى كده لوش ونبدا نقفل مع بعض
الايه اطفي بس هنا كده. تمام، هاخد بقى البشاميل هنا. بصوا بقى القوام، هاخد كده الاول اول حاجه منه هنا، شايفين؟ بسم الله. طبعا حطينا كريمه، اللي عايز يحط قشطه علب مفيش مشكله اهو كده، عشان انا هحط اول طبقه من اللازانيا، فلازم يبقى تحتها صوص. الصوص ده شوف كده اهو، شايفين؟ تغرق فيه يعني تتشرب عشان تستوي. وهحط ثلاث طبقات، بسم الله، شايفين ازاي اهو. وطبعا هاخد تاني فوقها كده طبقه كمان اهي، وهاخد من الحشو اهو، ناخد معلقه كمان كده، ادي كده شويه بقى من الحشو الحلو ده هنا كده. الله كده، مني هنا، شايفين الحاجات الجميله دي؟ وبعدين زي ما انتوا عايزين، عايزين كتير عايزين قليل، زي ما قد ما بتحبوا لك، انا شايفه كده يعني لطيف. هناخد طبقه تانية كده من اللازانيا، شايفين لما باجي احطها بحطها ازاي اهي. وهاخد تاني واحده كمان اهو، وهعمل كده بسم الله. معانا ام جوزيف من المنيا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، شوف عظيمه ازاي. اهلا وسهلا ام جوزيف، ونوره الدنيا يا قلبي والله. حبيبتي. جميله قناه حلوه، قناه الاهل، احنا كلنا اهلاويه يا حبيبه اهلاويه. يا حبيبتي اهلا بيك، واهلا نورتيني وشرفتيني حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي وتسلم الايادي، جميله كانت الحلقه امبارح، كانت حلوه، والنهارده قلتنا متابعينك جميله حلوه. يا حبيبتي اسلمي لي يا رب، حلوه بوجودكم ومتابعتكم والله. انا عايزه اسالك سؤال يا رب يخليكي. اموري يا ام جوزيف. الامر لله وحده. طب هو اللبن التمر لما يتحط في اللبن، اللبن بيبقى سخن يعني، ويتحط فيه التمر؟ طيب انا عايزه اجربه واعمله. انت عايزه تعملي التمر؟ عايزه التمر اللي عندك ناشف؟ انا اسمع بسمع يقولوا تمر باللبن. ما يبقى هتغلي اللبن وتحطي فيه السكر وممكن رشه فانيليا صغيره، وبعدين تصبيه على البلح وتسيبيه شويه كده وقبل الفطار على طول بشويه، او انت لو عايزه تاكليه يعني برواقه كده براحتك. لكن وممكن اول البديل ليه زي الخشاف اللي احنا بنعمله، فهو التمر باللبن لازم يتغلي اللبن. طيب ماشي حبيبتي، وتكليب الف هنا وشفا، وشكرا لمشاركتك معانا يا ام جوزيف. حبيبتي تسلمولي والله، كلكم على عيننا وراسنا بجد، اخواتنا المسيحيين الجمال، شكرا ليكم. طيب بصوا بقى، ببدا احط طبقات وبنزل تاني باللازانيا. هاخد كده كام طبقه لحد ما يوصلوا اربعه، قبل ما انهي البايركس بتاعي على حسب حجمه، قبل ما انهي لان لازم اعمل حساب ان انا هزود بشاميل وشويه جبنه موتزاريلا، وان كمان هيترفع الخليط ده، هيرفع شويه معايا في الفرن كده شويه، فايه اعمل حسابه. بصوا بقى اهو، هحط اخر طبقه من اللازانيا، بسم الله اهي، شايفين بقى دي هتطلع مورقه ان شاء الله، وحضراتكم تشوفوها وتستمتعوا بيها جدا اهي. واخر طبقه بسم الله الرحمن الرحيم اهو، تعملوا بقى حاجات جميله. وادي البشاميل بتاعنا يعني فوق الرائع، قوامه مظبوط جدا، هيسوي اللازانيا، وده اهم حاجه، لانه لو تقيل او تخين مش هتستوي اللازانيا، استحاله تستوي. هعمل ايه بقى؟ قبل ما اصب كده هاخد شويه من الموتزاريلا احطهم عشان، والشيدر عشان ايه؟ عشان تدي طعم حلو كده من فوق الوش. حط الشيدر الاول كده، و بعد كده هحط عليها الموتزاريلا، وبعدين هدي خلطه بشاميل كمان، يعني كبشه كمان من البشاميل. ليه؟ عايزه اغطي الموتزاريلا دي من على الوش. ليه بقى؟ بتدخل الفرن لو هي يعني سايباها كده هتدوب، بس هيفضل فيه كده قطع على الوش متحمره وكانها قطع باينه ناشفه جافه، فمش هتبقى حلوه. احنا عايزينها تبقى ملطد كده يعني تمط مع الخليط نفسه، فانا هاخد كده شويه من هنا، هعمل كده اداريهم عشان تسيح في وسط البشاميل فيبقى خليط واحد. وطبعا اخر حاجه هضيفها هي رشه من جوز الطيب، هقلع بس الجلافز وايه، وناخد اخر رشه كده بسم الله كده بسيطه، وتدخل الفرن سخن على حراره 180 على الشبكه في النص لحد ما تاخد وقتها.
ممكن ما اشغلش فوق شوايه على فكره، انا مش هحتاج اشغل شوايه، اذا الفرن فيه مروحه او فرن بس هتتحمر الوش وهتبقى رائعه. لو حضراتكم لقيتوها خلاص من الجناب تمام والفرن كان حامي يبقى هنشغل الشوايه ونطفي الفرن. طيب هنبدا كده، بسم الله بسم الله. تعالوا بقى هنحط كده في الفرن، ادي القمر على الشبكه في النص، يا سلام، ونقفل بقى وهنسيبها تاخد لها 25 ل 35 دقيقه.